السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل حضرتك على أدلة عذاب القبر من القرآن. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في فارق بين غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وقال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى في كتابه الكريم: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. شيء آخر؟ شكرا. بارك الله فيك.